مرحبا مواليد برج الجوزاء، معكم كارمي شماس. اليوم بدي احكي عن الاسبوع اللي بيبدا الاثنين 10 حزيران يونيو وبينتهي الاحد 16 من 10 ل 16 حزيران يونيو. كيف بده يكون هذا الاسبوع؟ اجمالا هذا الاسبوع بسبب وجود الشمس في برجكم مفروض تكون الامور ماشيه بطريقه مميزه سلسه وحلوه، وبعدكم انتم تتمتعوا بانطلاقه سريعه واموركم ماشيه عم تركض ركض. ضروري تستفيدوا من كل لحظه من كل يوم بشهر حزيران يونيو، وبتمنى انه تكونوا فعلا وصلتوا الى نتائج حلوه سواء بمصالحة بتسوية أو بمشروع عمل أو حتى بدرسكم أيضا. الاثنين 10 حزيران يونيو بسبب وجود القمر ببرج العذراء، نوعا ما مولود برج الجوزاء بعده غاطس بمسألة عائلية أو شخصية عم بيجرب يصلحها، عم بيجرب يلاقي لها حل، وبتقدروا تلاقوا لها حل لأنه الجو العام إيجابي، الجو العام جيد، الجو العام بيقول لكم حان الوقت لتطلعوا ببيتكم بعالمكم الخاص بصحتكم بعلاقتكم مع أولادكم مع أهلكم. حاولوا تظبطوها حتى ولو في شيء بيزعجكم، معلش هذه فترة بتسلط الضوء على نقاط الضعف. حاولوا ما توقعوا بفخ الانزعاج والاستياء والانتقاد. بعد مواليد برج الجوزاء يمكن يبلشوا فعلا شيء جديد بحياتهم الشخصية، ينقلوا على شقة جديدة، ينقلوا على منطقة جديدة، عمل جديد، بتتغير بعض الأمور العائلية عندهم، مفروض تكون للأفضل. الثلاثة والأربعة هن أفضل يومين بهذا الأسبوع، القمر موجود ببرج الميزان، هنالك طلة حلوة لإلكم ساحرة وجذابة وممتازة وكلها حظوظ وكلها فرص ثمينة جدا. لما بيكون القمر أو لما بقول إنه من أجمل أيام الأسبوع وأكثر الأيام حظا، ضروري ضروري إنكم تستفيدوا من كل لحظة، اتصلوا بصديقتكم، اتصلوا بأصحابكم، روحوا على المواعيد، كتروا مواعيدكم بهاليومين لأن فترة فعلا فعلا رائعة مفروض تعطيكم يلي هو من نصيبكم يلي هي لإلكم. الخميس والجمعة القمر بيصير ببرج العقرب ببيت الشغل بالنسبة لإلكم، فحضروا حالكم، في عندكم نوع من عطلة أسبوع عم تركض قدامكم وأنتوا عم تركضوا وراها، عينكم على الساعة، عم تخلصوا آخر الأشغال قبل ما توصلوا فعلا وترتاحوا. الأجواء عندكم الخميس والجمعة بتقلكم نظموا جدول أعمالكم، الأجندة سكيدجول اللي يكون واضح لحتى ما تفشوا خلقكم، يعني تنزعجوا من أو تصبوا نار غضبكم أو انزعاجكم أو استيائكم على أقرب الناس لإلكم، ولحتى ما تنزعوا عطلة الأسبوع. يمكن في فعلا في عندكم رغبة إنكم تغيروا سيستمكم، يعني البرنامجكم اليومي، الساعة اللي بتفيقوا فيها طالع بالكم تغيروا، تفيقوا أبكر، تفيقوا بعدين مؤخر أكتر، يمكن تغيروا بنهاركم، تدخلوا تعديل، حان الوقت لذلك، ما تنسوا انتم مبلشين سنة جديدة. السبت والأحد، والسبت خليني احكي بس لحظة شوي عن السبت. السبت القمر بيوصل لبرج القوس الساعة 12 ظهرا بتوقيت بيروت الصيفي، يعني الساعة 9 صباحا توقيت العالمي بيوصل لبرج القوس، وهون بتبدأ بعض المعاكسات أو شعورك أنه في شوية معاكسات. مش بالضرورة يكون في معاكسات، يمكن تكون الأمور عادي طبيعي ماشية ولكن أنتوا كأنكم ما عم بتشوفوا إلا السلبيات. وبرجع بذكركم لانه انتم مبلشين سنه جديده، حاولوا انه ما تاخذوا الامور على محمل شخصي هالقد. هلا يمكن تضطروا انكم تنظروا تطلعوا الى بعض الامور لانه فعلا هيدي امور لازم تطلعوا فيها، في تحركات تصرفات الشخص الاخر، يعني بدكم تشوفوا الامور بتجرد بموضوعيه لتعرفوا تتفاهموا مع الطرف الاخر يلي يكون في شريككم بالحياه، اهلكم، اولادكم، ما تعملوا مشاكل. اهم شيء بالحياه انه الانسان يتعلم يكون غير انفعالي ليقدر يفكر مظبوط وتكون تصرفاته حكيمة وإيجابية. جميع الأحوال يومين معقول يحملوا لكم أيضا لقاء كتير مهم، لأنه كوكب الزهرة موجود ببرجكم هنالك حظوظ حلوة بانتظار مواليد 7 ل 12 حزيران يونيو بهيدا الأسبوع. بدي أتمنى لكم أسبوع ناجح، أسبوع جيد. ما تنسوا تتابعوني بالأبراج اليومية والاشتراك وضغط الجرس لحتى توصلكم نوتيفيكيشن كل ما طلع فيديو.
بتمنى لكم اسبوع كتير حلو. باي باي.